اه في ايه انا تعال عايز اخش في الجد على طول عشان احنا الوقت هيجري. تعال نخش في الجد. ممكن نجيب الهدف بتاع بيراميدز. هو كان عقاب للاعيب نادي الزمالك ان هم كسلوا يضغطوا عكسي، وفي نفس الوقت عقاب لسيف الجزيري اللي بعد ما الكوره كانت جون للزمالك ارتدت بجون على الزمالك. حلو. لما نيجي نشوف الجون الاولاني اللي جه لبيراميدز، هو نادي الزمالك ضغط اول 10 دقايق بس لما كان بيضغط على نادي بيراميدز كان بيغلط بيراميدز. بص هنا بيراميدز بيحاول يبتدي يحاول يعمل البيلد اب من تحت، يحاول يبني الهجمه من تحت. نادي الزمالك واقف كويس جدا، موقف الاثنين الديفندرات مع الاثنين ديفندرات طلعوا بالكوره. هنا اول ما بدا يزق احمد سامي ضغط على بلاتي توري على طول، اول ما اتقطعت بص يا كريم كام واحد، 3 على 3. بص سيف الجزيره يعمل ايه، بدل ما يطلع لزيزو ودي جون ارتدت. بص بقى لحظه اقف هنا بقى، نرجع حاجه بسيطه جدا. سيف الجزيري بعد ما الكره اتقطعت منه رقم واحد واحنا لسه في اول 12 دقيقه ضغط عكسي، اقطع خد الكوره، بعد ما كانت هجمه وقف عمال يلوم في زيزو مع ان اصلا هو اللي غلطان. وكل لعيبه نادي الزمالك بقى الاربعه نكمل بقى الكره، اول ما الكره اتقطعت من بيراميدز، بص بقى على ارتداد لعيبه نادي الزمالك، مين الوحيد اللي ضغط هنا؟ زياد كمال. فين بقى لعيبه الزمالك الاربعه اللي قدام؟ بص الراجل بيتمشى بمنتهى السهوله، ما حدش بيضغط عليه، رمضان صبح هياخد الكوره بس ما فيش اكتر من كده. بس هنا بقى الكره توصل لابراهيم عادل. بس جوزيه جوميز اصلا ما انا بقول لك هو متجنن اللي عارف. ارجع لقطه هنا، جوزيه جوميز هو بيشاور لهم بيقول لهم تعالوا. ارتداد ضعيف جدا من لعيبه نادي الزمالك. جوزيه جوميز يلا يا بابا تعالى ارجع ما فيش لعيبه الزمالك كلها بتتمشى. هنا بقى المشكله، انت ما ينفعش تلعب قدام فريق بالسرعات دي بالقوه دي بالمهارات دي مع الموهبه دي اللي اسمها ابراهيم عادل. ورمضان صبحي بصراحه عمل واحده من بتوع رمضان زمان. وهنا بقى بص الفينش بتاع ابراهيم عادل، بصراحه رمضان كان عالمي يعني النهارده في الحته دي. ولو اني بقول ان انا بس ينقص رمضان في الحته بتاعه دور صناعه اللعب دي ان رمضان يبقى مميز في التسديد لان هو شماله وحشه جدا.